أكد سيد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إضافة قرابة 40 خدمة إلكترونية العام الجاري لقائمة خدمات الحكومة الإلكترونية. وأكد القائد أن الهيئة تعمل على تقديم خدمات نوعية جديدة في كافة المجالات، منها العمل مع الجهاز القضائي ووزارة الإسكان لتقديم خدمات إسكانية إلكترونية وإطلاق خدمات تخص القطاع الصحي، مشيرا إلى الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الحكومية التي يحتاجها المواطن إلكترونيا بشكل أفضل، وليتاح المجال للجهاز الحكومي للتطوير ووضع السياسات بدلا من التعامل مع الجمهور مباشرة. يذكر أن عدد المعاملات المالية التي نفذت عبر البوابة الإلكترونية بلغ 47 ألف معاملة بإجمالي 4 ملايين و134 ألف دينار.